شوقنا بالهضم واجب عشيرة هاري يا شبار وزهد العيال سجلوني بين وازمكم ذخيرة سجلوني بين وازمكم مشاهدين الكرام متابعين اللي نتحرك وياه في هذه اللحظة ونتابعه في هذه المسيرة والمجموعة القوية التي تشارك وشعار بن خفية من يسجل حضوره مع الطيارة بالمركز الأول علي بن عتيج بن علي بن راشد بن خفية الطيارة من حلقت مع الرحلة رقم 10 المركز الثاني أقول حفلة لمحمد علي بن سلطان بن رشيد أما المركز الثالث الكبسولة لمحمد عبد الله بن مطر الرميثي والمركز الرابع أشوف اللي في المركز الرابع فهنا مهابة عبد الله بن محمد بن سعيد الخصوني الاستبي والمركز الخامس تأتينا حشيمة حمد بن موسى بن غدير الاستبي. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق أو في هذا التحدي. والطيارة نقول طارت الطيارة وحلت الطيارة وودعتكم الطيارة مبكرا من البداية وهي تقود الرحلة رقم 10 بشعار والكابتن عتيج بن علي بن خفية هو من يقدم لنا الطيارة. يلا يا أبو أحمد يلا يا أبو علي ركز بس ركز لأن انتصفنا في المسافة وصل شعار دكتور الأصايل وصلت الكبسولة اللي في المركز الثاني محمد عبد الله بن مطر الرميثي والمركز الثالث أقول حفلة محمد علي بن سلطان بن رشيد المركز الرابع فهناك حشيمة محمد بن موسى بن غدير الاشتبي والمركز الخامس أظن شعار بن معدن. هذه الأسماء المتواجدة عندنا يا مشاهدين يا متابعين. ما زالت الطيارة يعني رافعة راسها فوق. هذه هذا الارتفاع ارتفاع الانتصار. هذا الموقع موقع الحشمة وأيضا الناموس. المركز الثاني وصلت اللي معاها الآمال وصلت اللي تير الشوط ير اللي عليها الأمر يصدر في الأخير وصلت حفلة. الله يا بن رشيد هذا الاسم اللي هي مبراضي أنه ينساه ولا نسيت الجماهير ولا نسيوه المعلقين ولا نسي كاس ند الشباء ولا نسيه ايضا يعني كل حدث. هذا الاسم مشاهدينا الكرام حفله الناموس يتجول الان بين الطياره وبين حفله حد بينضم لهم. يلا نشوف النهايه وين بتكون. النهايه حفلاويه. الله يا حفله فروا عصاها خلف الأسوار يوم العصي تطرق على الزور. هذه مشاهدينا الكرام بدأت تأخذ الأول عن الأول ولكنها الطيارة عندها خطة ثانية. وحفلة عندها الخطة المبرمجة على المركز الأول. هذه اللي جايه يا مرحبا بالهاجم يا مرحبا. الله مهابة لعبد الله بن محمد بن سعيد الخصوني. وصلنا مع مهابة مهابة العطاء مهابة الكاس مهابة السلعة مهابة التجاوز. يا سلام جماهيرك تشجع يريدونك تبدع وانت المبدع وانت الممتع وانت الخطير وانت السريع. عادت حفلة مرة ثانية لتلحق مهابة ومهابة السلام لعبد الله بن محمد بن سعيد الخصوني. نهني على فوز مهابة بالمركز الأول. المركز الثاني حفلة للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث وصلت شديدة حارب بن يمع بن صبيح الفلاسي والرابع دخول جماعي.